السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اسرع واحلى كيكة بالفانيليا. ممكن يعني تخشي المطبخ 10 دقايق تخلصيها. معانا اول حاجة للمقادير، معانا كوباية سكر، علبتين زبادي، ومعانا رشة نسكافيه، ومعانا فانيليا سايلة، نص كوباية سمنة على زيت، كوباية لبن، كوبايتين دقيق، باكو بيكنج باودر، 3 بيضات. دلوقتي هنبدأ مع بعض. هنحط الأول المواد السائلة مع بعض في 3 بيضات. نحطه معاها من الفانيليا السايلة، بتدي طعم جميل وريحة جميلة قوي للكيكة. حوالي نص معلقة صغيرة. وهنحط كوباية سكر كله على بعضه. سكر معانا كوباية لبن، معانا نص كوباية سمنة على زيت، نسينا نحط معلقة خل. معلقة الخل دي بتساعد على ان ما يبقاش فيه زفارة في الكيكة. معلقة خل كبيرة وبترفع من الكيكة كمان. معانا فاضل بعد كده رشة من النسكافيه، برضو دوت بيساعد على ان ما يبقاش فيه زفارة في الكيكة خالص من البيت. بعد كده هنحط علبتين الزبادي، يعني كيكة سهلة وبسيطة وسريعة وأحلى حاجة حلوة. نحط المكونات كلها على بعضها، نحط المواد السائلة كلها كده مع بعضها الأول من غير بقى ترتيب ولا نفصل الزفارة عن البياض ولا أي حاجة. هتبقى زي الكيكة الأسفنجية وأحلى كمان. هنقلب بقى كله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى ليه كده؟ هنقعد نضرب كده فيها لغاية ما كله يمتزج مع بعض كويس قوي. وزي ما انتم شايفين كده بقى الخليط كله متجانس مع بعضه. هنحط بقى كوبايتين الدقيق، ومعاهم رشة الملح، ومعاهم البيكنج باودر كامل. نحطهم كلهم مع بعض. انا هنا كنت حاطه رشة ملح صغيرة، وعليها باكو بيكنج باودر كامل، وعليها كوبايتين الدقيق. هنقلب بقى كل المكونات دي كويس قوي كده. والدقيق انا كنت نخليه، لازم يبقى الدقيق منخول، ضروري جدا عشان بيخلي الكيكة هشة كده وطرية وجميلة. وكمان التركة بتاعتي في الكيكة دي ان انا بحب احط سمنة على زيت، بحب الزيت بس او سمنة بس، عشان لو سمنة بس هتبقى تقيلة قوي، ولو زيت برضو بس مش هيدينا الطعم الحلو بتاع الكيكة. اهو بالطريقة دي احنا كده حطينا كل المكونات الجافة، الدقيق ورشة الملح والبيكنج باودر. وهنا حطينا كوباية السكر مع كوباية اللبن مع نص كوباية الزيت على السمنة، الاثنين مع بعض نص كوباية، 3 بيضات، والفانيليا، ورشة نسكافيه، ومعلقة كبيرة خل. قلب كده اخر تقليبة.
كده بقى ننزل بالمكونات الكبة، الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح بالتدريج كده واحدة واحدة، نقلب. بسم الله. ممكن تحطها في قوالب الكب كيك، او ممكن تحطها في قوالب الانجليش كيك لو عايزينها تطلع بشكل طويل، او لو في عيد ميلاد وعايزينها للاطفال حاجة كده صغننة فتحطوها في قوالب الكب كيك. بس انا النهاردة هقدمها معاكم على شكل جاتو، وهنزينها بطريقة جميلة قوي وسهلة وبسيطة من غير بقى ولا ادوات ولا اي حاجة. احنا كده حطينا بقية المكونات، بقية دقيق، نستغنى بقى عن المضرب ده خلاص كده، وهنقلب بالسباتشولا. بسم الله. بالطريقة دي كده لغاية ما الدقيق كله يختفي. اهو انا كده خلطت بقية كمية الدقيق كلها مع بعض، شايفين بقيه الكيكه ناعمه ازاي ومتجانسه. بصوا ما اخدتش معايا 10 دقايق كلهم على بعض، يعني 10 دقايق تجهيز الكيكه بالطريقه بكل حاجه، 10 دقايق. يعني لو عايزه تدخلي تعملي لولادك اي حاجه حلوه كده سهله وسريعه وبسيطه وفي 10 دقايق من غير مجهود ولا اي حاجه، ادخلي اعملي لهم الكيكه دي. ولو جربتيها بجد مش هتبطلي تعمليها، طعمها تحفه جدا، رائعه كده. انا دلوقتي جايبة الصينية ودهنها زيت وسمنة مع بعض، هصب بقى الخليط بتاع الكيكة وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180، صبها مع بعض كده. شايفينها لازم ما تبقاش ولا تقيلة ولا خفيفة، متوسطة كده. شايفين العلامات اللي بتنزل اللي بتتمنى دي كده مع بعض، لما تلاقيها تعرفي ان انت كده عاملة كيكة مظبوطة، ولا خفيفة ولا تقيلة. دلوقتي هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص لمدة 25 دقيقة كده، نص ساعة، يعني حوالي من 25 دقيقة لنص ساعة. وبعد كده هختبرها بالخلة اللي هي بتاعت الشيش الطويل دي، لو طلعت نضيفة يبقى كده خلاص الكيكة استوت، لو طلعت فيها عجين كمان هسيبها يعني 3 دقايق كده كمان لغاية ما الاقيها استوت، وبعد كده اختبرها برضو كمان مرة واطلعها ونطلعها ونشوفها هنزينها ازاي مع بعض. دلوقتي هدخلها الفرن بقى عشان تستوي ونشوفها بقى. ادي شكل الكيكة بعد ما طلعناها من الفرن، ايه رأيكم فيها؟ بصوا طرية جدا وهشة وجميلة، واكنها كيكة اسفنجية بس من غير بقى ولا نفس الاستفارة عن البياض ولا اي حاجة، كله على بعضه هتطلع كيكة زي العسل. تعالوا بقى دلوقتي نقطعها مع بعض، هنقطعها على شكل جاتو كده. نقطعها الاول بالطول كده اهو. بسم الله. وهنزينها مع بعض دلوقتي بطريقة سهلة وبسيطة من غير بقى ولا كيس حلواني ولا اي حاجة، طريقة عشوائية بس هيطلع المنظر في الاخر جميل. بسم الله. هنقطعها كده زي الجاتوهات اللي بنجيبها من بره. ريحة الفانيليا السايلة عطشة، ريحة جميلة قوي. احنا هنزوقها مع بعض هنا في نفس الصينية بتاعتها كده عشان ما نبهدلش مواعين كتير، احنا عايزين نعمل حاجة حلوة بس من غير ما نعمل مواعين. يعني دلوقتي انا كان عندي في التلاجة شوية كريم جونتي كنت ضربهم مع بعض، دلوقتي هجيبها وعلى كل قطعة جاتو كده احط حتة كريم جونتي من غير بقى ما احط كيس حلواني ولا اي حاجة عشان ما عندهوش ما يستصعبش ان هو يعملها ويقوم يعملها. بصوا بالطريقة دي طريقة سهلة وبسيطة والطعم في الاخر رائع، يعني لازم تجربوها بجد، من احلى الحلويات اللي هتجربوها في حياتكم.
اهو بالطريقة دي كده على كل قطعة كري، على كل قطعة كيك هنحط كريم زونتيه. لسه بقى هنزوقها بصوص فراولة، انا برضو عاملاه في البيت، هبقى اعمله لكم مرة وننزله مع بعض. زي ما انتم شايفين كده خلصت تزيين الجاتو بتاعنا بالكريمة بشكل عشوائي جدا من غير بقى ولا كيس حلواني ولا اي حاجة، وزي ما شفتوا انا عملتها في 10 دقايق، ما اخدتش معانا وقت خالص، وحتى في تزيينها برضو مش هتاخد معانا وقت ولا تكلفة ولا اي حاجة. فاضل بقى احط معاها صوص فراولة اللي كنت عاملاه في البيت برضو، ومبحبش اشتري الحاجات اللي من بره دي عشان بيبقى فيها مواد حافظة ومبتبقاش مضمونة، فان شاء الله هبقى اعمله صوص الفراولة معاكم وانزله لكم في القناة. يلا بينا بقى نزينها. بسم الله، هاخد كده بالمعلقة على كل قطعة احط عليها صوص فراولة. انا الفراولة بحب اعملها تبقى قطع، يعني الصوص بحبه قطع، مبحبوش مضيق خالص لا، عشان ياكل كده يلاقي فيها قطع فراولة. انتوا شايفين بالطريقة الجميلة دي. ده شكل الجاتو بتاعنا بعد ما زيناه بالطريقة الجميلة دي، بطريقة سهلة وبسيطة وشكل عشوائي، ولا استخدمنا كيس حلواني ولا أي حاجة. هو حطيت الكريم جونتيه بالمعلقة وزيناها من فوقيها بصوص الفراولة، قطع الفراولة. بصوا المنظر شكله عامل ازاي، يعني منظر جميل جميل جميل، يفتح النفس كده. دلوقتي هنقطعها مع بعض واقول لكم طعمها عامل ازاي. هي شكلها جميله وريحتها اجمل من الفانيليا السائله اللي احنا حطيناها، بتدي طعم وريحه جميله جدا لاي حاجه حلوه بتحطوها، فلازم تجربوها بجد، يعني من احلى الحلويات اللي هتاكلوها في حياتكم الكيكه اللي بالفراوله دي. جربوها بقى وابعتولي قولولي طلعت معاكم عامله ازاي. دلوقتي بقى احنا هنطلع حته جاتو. يلا بقى دلوقتي هنقطع مع بعض قطع الجاتو كده واوريها لكم قد ايه هي طريه وهشه. دي الطبق بتاعنا كده، طريقة ازاي وهش ازاي. نحطلها كمان فراولاية كده، لازم ندلع الطبق بتاعنا نحطه بشكل حلو. ممكن بقى اللي عايز يزود صوص فراولة يبقى في طبق كده جنبها، او في صوصيرة صغيرة جنب الجاتو. اللي عايز يزود يحط بقى على القطعة بتاعته فراولة، بس عمالة تتزحلق. انا ممكن ازود لكم هنا شوية صوص كمان كده، بصوا بصوا هشة ازاي وطرية كأنها كيكة اسفنجية والله. تعالوا بقى نقطع قطعة كده بالشوكولاتة ندوقها مع بعض. بصوا من جوه، بصوا من جوه شكلها عامل ازاي، طرية وهشة وكيكة فاتحة مزغمقة. بصوا المنظر، بصوا الطرية ازاي بتدوب في يعني بدوس بس عليها من الشوكة كده بتتفرفك. بصوا المنظر من جوه، طرية وهشة وجميلة، يعني لازم بجد تجربوها، بجد لازم تجربوها عشان هيفرقوا كتير قوي. طعمها رائع رائع، يعني مش قادرة اوصف لكم قد ايه. يا ريتكم كنتوا معايا دلوقتي، كنت يعني نفسي ادوقكم كلكم. دلوقتي بقى انا هدوق واقول لكم رأيي، يعني طعم الكيك عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طب
يلا بقى هندور الحته دي لسه عايزاها بالصوص. لو تاخد حته صوص فراوله طعمها والله العظيم رائع رائع، يعني مش قادره والله اوصفلكوا بجد الطعم عامل ازاي. الكيكه طريه والسكر بتاعها مظبوط، الكريمه برضو مظبوطه مش مزوده لها انا سكر كتير، صوص الفراوله برضو كذلك مظبوط جدا، يعني الطعم على بعضه كده كله رائع. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه انا بعملها. اسيبكم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.